دعما للأسر التي تعمل في القطاع الزراعي وانطلاقا من مشروع الزراعات الأسرية الذي تم إطلاقه في مدينة السلمية وريفها. وفرت الزراعات الأسرية فرصة فريدة لضمان الأمن الغذائي وتحسين سبل العيش وإدارة الموارد الطبيعية بشكل أفضل وتحقيق التنمية المستدامة. بلشنا بالعمل بالمشروع الوطني للزراعات الأسرية بال 2018. تم تسليم المنح لست إرشاديات تابعة للدائرة. بداية العمل كان بشهر نيسان 2018. تم توزيع شبكات تنقيط وحقيبة بذرية، كانت هي المرحلة الأولى للمشروع. وعدد المستفيدات من المشروع كان 300 مستفيدة، وزعوا بست قرى، كل قرية كان الاستفادة 50 مستفيدة ضمن كل قرية. الهدف من هذا المشروع هي تأمين الاكتفاء الذاتي لهؤلاء المستفيدات، لأسرة المستفيدات، وفي حال كان هنالك فائض من المنتجات يتم بيعها في الأسواق المحلية، من أجل أن تصبح المستفيدة تساعد زوجها بدخل الأسرة. استهداف المرأة الريفية هذا بيأمن دعم لكل العائلات هون من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي، بحيث أنه هن عم بيأمنوا الخضرة أو الخضار للبيت، والفائض هن عم يستفادوا منه ماديا من خلال بيعه بالأسواق. أنا وفرت دخل إضافي لبيتي ولأسرتي بظل ظروف المعيشة الصعبة اللي عم نعيشها هلا، فكان دخل ومردود منيح بالإضافة إضافة لبيتنا، فحققنا اكتفاء ذاتي. هلأ أنا وفرت جميع الخضار لبيتي، ويلي بيزيد نحنا بنبيعه وبنستفاد من ثمنه وبنشتري الخضرة اللي ما لنا زارعينا. وأنا زرعت مشروع بامي وبصل، وكان مشروع كتير ناجح واستفدنا منه. استفدت من هذا المشروع بالاكتفاء الذاتي، إنه نحنا يعني وضع معيشي صعب كتير، عملنا هذا المشروع مشان نكفي ذاتنا ونحقق منه لأولادنا. وعندنا هون المشروع مثلا يعني شو بيزيد عن الاكتفاء الذاتي المنزلي، بنسوقه للسوق للتجار. ريف مدينة السلمية غني بالمساحات الزراعية والتي شجعت الأهالي على استثمارها لتكون ضمن المشروع الوطني للزراعات الأسرية الذي يحقق هدفه ومبتغاه من خلال الزراعة لتكون مصدر دخل واكتفاء ذاتي.